اهتمام دولي متزايد بتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وسط دعوات لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية للأزمة. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الذي يزور اليابان أعرب عن أمله في إنهاء الاضطرابات في اليمن التي يستغلها تنظيم القاعدة والحوثيون لتحقيق المكاسب على الأرض. ورغم تعهد كارتر بمواصلة العمليات ضد المتطرفين إلا أنه أبدى استعداد واشنطن لدعم الجهود السلمية. الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في اليمن وأن يتوقف العنف هناك، وفي نفس الوقت نحن نساهم ونؤيد جهود السعودية لحماية أمنها كشريك أساسي للولايات المتحدة في المنطقة. وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي أكد على دعم بلاده لعمليات عاصفة الحزم، وأن واشنطن ستزيد من دعم التحالف بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية. السعودية تبعث برسالة قوية للحوثيين وحلفائهم، سرعنا إمداد التحالف بالأسلحة وزدنا من تبادل المعلومات الاستخباراتية. الآن من المهم للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التنسيق فيما بينهم وأن يحثوا جميع الأطراف أن يلتزموا بحل سياسي مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وفي العاصمة الإيرانية قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط إن بلاده ملتزمة بالعمل مع الشركاء في المنطقة على تحريك الأوضاع الإقليمية نحو اتجاه سلمي ومستقر. الأمر الملح في اليمن هو وقف النار وتقديم المساعدات الإنسانية ومن ثم تطوير عملية الحل السياسي من خلال المحادثات. نأمل أن تتضافر جهود الأطراف لإعادة الاستقرار في اليمن. الأزمة اليمنية وتداعياتها لم تغب عن اهتمام المنظمات الدولية، ومنها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسيف التي أعلنت أن الصراع في اليمن بدأ يأخذ منعطفا يهدد بقوة الأطفال سواء على المستوى الصحي أو التعليمي وتعرضهم للقتل والإصابة والتشويه. ياسر محمد علي، العربية.